والله احنا فنانين، ما ينفعش النهارده انت تقولي لي تعالي عايزاكي تعملي لي مسرحيه اقول لك لا. انا فنانه. فمش هينفع اقول لك لا وارفض العمل او ده فن موجود في جميع انحاء العالم، ومصر طول عمرها رائده وبتنشر زي ما هي بتنشر الخير والسلام، هي بتنشر الفن، وهي علمت ناس كتير جدا والطب وحاجات كتير قوي. فمن انا النهارده لو اي دوله عربيه قالت لي انا عايزاكي تعملي لي مسرحيه هروح اعمل المسرحيه. انا فنانه، ما ينفعش اقول لا دي شغلتي. وانا لما بعمل يعني بقدم مسرحيه فانا بقدم فن بخدم بيه المجتمع، ايا كان المجتمع سواء مصري او عربي. فاهمه قصدي ايه؟ احنا فنانين، دي شغلانتنا. زي الدكتور مثلا يقول لك احنا عايزينك نتعاقد معاك في مستشفى مثلا في احد الدول العربيه، هيقول له لا. لو هو حابب يسافر هيسافر. ليه؟ بيروح يعالج الناس وبيخدم الناس وبيفيد الناس وبيعلم ناس. فاهماني؟ ده فخر لينا ان احنا بنطلب في دول نقدم فن فيها او بنقدم طب فيها، سواء انا بتكلم على كمصريين او بتقدمي اعلام فيها او يعني انت رايحه بتحيي حفله. انت لو انت مش هتقدمي حاجه كويسه او مش هتفيديهم مش هيطلبوكي، بالعكس انت تبقي فخوره ان الدول كلها لا عايزين فلان عايزين فلان عايزين مسرحيه من مصر. طب ما ممكن يعملوا مسرحية من أي دولة تانية، لكن مصر الرائدة. مصر هي الفن، هي هنقول إيه يعني سحر الفن. كلمة بقى تقوليها لجمهورك في عرب أرض. والله عايزة أقول لك إن أنا بشكركم إن أنتوا بتغطوا جميع الأحداث الفنية، وبشكركم طبعًا إن أنتوا جيتوا النهاردة بتغطوا طبعًا الندوة الجميلة للنجمة الأستاذة سميحة أيوب. وبشكركم ان انتوا دايما بتحبوا تنقلوا الحقائق وما بتدلسوش الحقائق للجمهور، وما بتعملوش ما بتتنمروش على الفنان عشان تعملوا نسبه مشاهده. انتوا ممكن تعملوا نسبه مشاهده عاليه بكل احترام وبكل تقدير للفنان. فحقيقي انا بشكركم، ميرسي لكم جدا، وكل سنه وانتوا طيبين. حضرتك طيبه، شكرا جدا.